الأستاذ المهندس سعد الزبادي. درع مقدم إلى مدرس الدورة الدكتور إبراهيم خضر. نحتفل اليوم باختتام دورة في إدارة المكتبات لأمناء المكتبات المدرسية. خرجنا في هذا اليوم حوالي 40 من أمناء المكتبات المدرسية. علم المكتبات في تطور مستمر، والعاملين في هذا المجال لابد باستمرار من تنمية مهاراتهم وتنمية معرفتهم في مجال علم المكتبات، وإن شاء الله كلنا أمل مزيد من التعاون مع مديريات التربية والتعليم وتنعكس نتائج هذه الدورة إيجابا على عملهم في المكتبات المدرسية.